تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. لما يبقى العور والفجر باين، ولما يبقى علني وتطلع تباهي بالكذب والتدليس، فهذا الامر يحتاج الى وقفه ويحتاج لردود. لما عصام هناء المسؤول عن تعيين الحكام في الاتحاد الافريقي يطلع يعني يدافع او يحابي على حكامه الفسده في الاتحاد الافريقي، ولما يطلع يقول لنا ان الحكم الليبي المشبوه لم يرتكب اي اخطاء او لم يرتكب اي فعل يعني من شأنه النادي الاهلي يعترض او يبقى زعلان، ده مفيش ضربات جزاء للنادي الاهلي ومفيش اصلا حالات طرد للاعبي الوداد المغربي. تخيل يا فندم هذا الامر يحدث من واحد بيطلق على نفسه خبير تحكيمي ولا يفقه في التحكيم شيء، هو حافظ شوية قوانين وشوية نصوص ولكن تطبيقهم غلط وشرحهم غلط. بس انا هلوم ليه على عصام هناء؟ ده عصام هناء في مباراة فاركو لما عاشور لغى هدف لبيرسيتاو وكان حاطط الخطوط على بطن اللاعب، وهو المفروض الخط يتحط على الكتف او للدماغ اقرب مكان لخط المرمى، طلع ودافع عنه وقال له مفيش حاجه، وطلع دافع عن الحكم بتاع الاحتواء محمد عادل وما كانش مش ما كانش عارف يحسب ضربه الجزاء على معلول ولا على ايمن اشرف ولا حسبها على مين، الا حسبها لنادي الزمالك ورجعهم للمباراه مره اخرى. تخيل واحد زي كده مسؤول عن تعيين الحكام بيقول ان مبلغ تسيمه ده واعد ومحترم وراجل نظيف اليد وما عملش حاجه وما تقلقوش منه، وده راجل لو هيعتزل او مش هيعتزل هو راجل كويس وراجل زي الفل وعلى مسؤوليتي، وهو هو نفس الشخص ده اهدى الكونفدراليه نادي الزمالك بالظلم، بظلم تحكيمي. لما كان لفندي راقد في جنش، لما كان راقد بالكوره دخل المرمى وعمل مش من هنا وما حسبهاش هدف. طيب انا مش هطول عليكم، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف. وكان شبانه قاعد مذهول كده من الكلام اللي بيقوله وما رضيش يعلق عليه، سابه يقول اللي هو عايزه. بس احنا بقى هنعلق على الاخ عصام عبد الفتاح او عصام هناء. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجعوا لي تاني عشان في كلام كتير هنرد بيه عليه. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي وتدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم وقناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف هرطقات وتخاريف عصام هناء ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. كان في تحفظات كتير على اداء معتز الشناني في الفاينل، وانت قلت لي هتكلم، عايز اتكلم على صح اتكلم. معلش قلت لك انا عاوز اتكلم بس على شيء مهم لو سمحت. اتفضل. احنا عندنا محللين كتير بس عندنا عدد قليل لا يعد على اصابع الايد الواحده اللي بيفهم ده اللي بيفهمه بقى ده كمان يعني يعني مش عاوز اقول لك، انما لما اطلع اشكك في اداء الحكم من ناحيه الامان، لما اتكلم في القانون بشكل غلط، ده عيب. عيب ليه؟ بص والله العظيم كلنا انت واي حد طبعا عاوزين الاهلي يكسب نفسه اقوى، طبعا وعايزين العداله في الاخر وعاوزين العداله بالظبط، وان شاء الله النادي الاهلي قادر انه يرجع بالبطوله حقيقه يعني، ولاننا كمصريين طبعا لازم يعني حاجه هتشرفنا، حتى شرفنا لما نخرج بره ونقول ان احنا بنكسب وان احنا منتخبنا وفرقنا، ده شيء يشرفنا كمصريين. انما لما تيجي تتكلم عن الحق وعدل لازم تكون عادل، حتى لو هتتكلم على منتخب بلدك وهو بيلعب ماتش مع اي دوله تقول الحق، تتكلم بالحق في التحليل التحليلي، ما نضحكش عن عاوزين نجامل بلدنا، نجاملها بس في الحق مش في الباطل. ده كان عاوز اقول، وده دور المحلل اللي يكون امين. انت يا كابتن كراجل دلوقتي مسؤول وحلل لنا، يعني احنا برضه يعني شفنا لقطات يا كابتن من وجهه نظرنا واضحه جدا، يعني الدفع حسين الشحات من ظهره من الباك بتاع الوداد كانت واضحه، يعني حسين مديله ظهره وده الراجل دخل فيك عنده تهور في اللعبه دي. طيب انا هتكلم في اللعبه دي. هتقولنا يا شباب من كمان الزاويه اللي هي واضحه دي وفق القانون. انا بس يا ريت لو اللقطه عند حضرتك هحللها وفقا للقانون مش لاي شيء اخر. تمام يا كابتن. واولا هتشوف لاعب المغرب الكره كانت ملعوبه خارج منطقه الجزاء عاليه. لاعب المغرب بيجري وبيبص على الكوره. حسين الشحات قطع طريقه وراح في طريقه. ما راحش في طريق الكوره. فحسين الشحات هو اللي انشا الخطا. انشا الخطا فانما في شكل جزاء دي شهاده قدام ربنا. ربنا يحاسبني. طب احنا معانا الكوره اهي، ادي الكوره. بص بقى شوف لاعب المغرب باصص فين؟ باصص فوق.
الحمد لله. يعني مثلا حسين الشحات راح للكوره، مين اللي راح اتجاه لاعب الملعب؟ المدافع المغربي حسين الشحات. ازاي تبقى بينهم؟ انا بس بسال الساده المحللين، يعني ايه امبيدنج ده بروجريس فاين بول؟ يعني ايه؟ خد بالك باصين فوق الكوره يعني، وده برضه ماشي. بس انا رايح فين؟ لاعب المغرب رايح فين؟ على الكوره. حسين عاوز يقطع، طب انا اعمل ايه؟ انا كلاعب المغرب اعمل ايه؟ ده انت اللي جيت لي، انا رايح في طريق مش عبيط. تمام. انت اللي قطعت عليا الطريق. فهنا مفيش خطا. تمام. واتفق مع قرار الحكم ومع البي ار. تمام. طيب ال خلاص دي اوكي. ده رأيك انت مقتنع يعني ولا لا؟ لا انا في الاخر يا كابتن، انت حضرتك المحلل التحكيمي. لا انت مقتنع باللي بقوله. اه تمام. هو الولد باصص فوق فعلا بتاع الـ 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 المغرب و يعني واضحه يعني، لكن في الاخر حضرتك اللي بتحلل، انت الادرى يعني بالشان التحكيمي. الكره طيب بتاعت حسين برضو اللي هي اتقال انه داس على صباع رجله هناك دي، يعني احنا بنقول ده على صباع رجله، احنا بنقول على صباع رجله يعني مجازا، مجازا ماشي. هو الحقيقه في لقطه في الفار، احنا دايما في الفار بنجيب افضل لقطه ذا بيست ايمج، افضل صوره عشان نحكم عليها، اوضح صوره يعني، اوضح صوره، اوضح صوره اللي جت ان لا يوجد احتكاك اطلاقا اطلاقا. بقول لك وانا يعني متاكد 100% ان بين اللي هو حسين الشحات. بالظبط بالظبط. فهنا لو حتى الفار اخطا وتم استدعاء معتز وشاف اللقطه دي، كان هيرجع مش بركله الجزاء، وكان ممكن يرجع بانذار حسين الشحات للتمثيل للتحرك. فاذا دي كمان مش خطا للامان. تمام. طب الكوره بتاعت عطيه، اهم كوره بقى، اهم كوره بتاعت عطيه الله، بتاعت لمسه الايد لما كان هيروح يتفرج درس ده. ممتاز. طيب احنا عندنا حاجه اسمها الفرصه المحققه لاحراز هدف. تمام. لو اللاعب اللي عنده فرصه محققه لاحراز هدف تم اعاقته او ارتكاب خطا ضده، بيطرد اللاعب مباشره طالما الخطا كان خارج منطقه الجزاء في جميع الاقصى، لان احنا عندنا زي ما انت عارف لمسه اليد دي منهم، الدفع، المسك، دول طرد داخل او خارج منطقه الجزاء. ولكن الحاجه اللي غير طرد فقط داخل منطقه الجزاء اللي هي التنافس على الكوره، بالنسبه لي انت انذار فقط من خوف العقوبه. طبعا دي حصلت خارج منطقه الجزاء وفي نص ملعب النادي الاهلي. تمام. هي القصه في ايه بقى؟ ان احنا عندنا اربع اعتبارات. عندنا اتجاه الكوره، كان صح اتجاه الكوره، كان رايح في اتجاه مرمى الوداد. عندنا المسافه، بس هنا المسافه كانت كبيره قوي، بس لازم نربطها باشياء اخرى، لازم نربطها السيطره موجوده برضه. روح الحاجات السهله، السيطره كان اللي هيسيطر على الكره الاول فعلا كان بيرسي توفيق، يبقى اثنين من الاربعه موجودين. تمام. لكن باقي اثنين اللي هم التمركز المدافعين، هو كان هدف مدافع عطيه الله خلاص. لا سيبك من اللي ارتكب الخطا ده، مش هنشيله بصوره خالص. المدافعين كانوا قبل بيرسي توفيق. بالظبط. طيب هنربط المسافه الكبيره دي بموقف بيرسي توفيق. موقفه ايه؟ يعني هل بيرسي توفيق، انا هقول لك حاجه واحده بس، كانت تبقى الكره دي طرد 100%. لو بيرسي تاو كان بيجري في اتجاه مرمى الوداد، لو كان بيجري يعني بيجري من الحركه في اتجاه مرمى الوداد، لا طرد مليون في الميه. فين يا ابني الكوره يا ابني؟ ما تجيب الجون. كان، لكن بيرسي تاو كان مواجه، كان واقف ومواجه لمرمى النادي الاهلي، فاذا كان هياخد وقت انه يلف، مش وقت كبير عشان يواجه مرمى الوداد، لكن لما يبدا في الجري هياخد وقت عشان يجري اقصى سرعته، ده شيء طبيعي. وكان المدافع بتاع الوداد للامانه في المسافه الكبيره دي كان يقدر ينافس على الكوره. فهنا في جزء واحد، في اعتبار واحد مش موجود، فنروح للانذار وليس الكابتن احمد. انت اعتبرت انه اتحرك بيرسي تاو واتجاه جسمه بالظبط، وكان ثابت يعني ما كانش متحرك، انما لو كان مواجه لمروى الوداد وبيجري، مليون في الميه اقول لك كابتن احمد ما كانش حد هيتعب، مليون في الميه. امال ايه تحفظاتك عشانني في المباراه دي يا كابتن؟ بالظبط. اقول لك يا كابتن بكل امان، انا شايف انه كان هادي جدا، كان لازم يكون اكثر حجما مع اللاعبين. دي النقطه اللي احنا هنكلمه فيها كمان، ان هو لازم يكون اكثر حجما مباراه زي دي. هو كان عاوز يبقى هادي ويمتص غضب اللاعبين، ولكن مش يعني مش بالطريقه دي. كان لازم شويه يكون اكثر حجما، ما يكونش هادي بالهدوء اللي كان فيه ده. احنا عاوزين حاجه يكون هادي عشان يبقى تركيزه اعلى ويمتص غضب اللاعبين وكل القصه دي، ولكن في بعض المواقف لا، كان لازم يكون حاجم في التعامل مع بعض الاعتراضات من كده سبب ده تحفظك عليه، لكن مفيش قرارات انت شايف كان لها تاثير على المباراه ونتيجتها للامانه. لا تمام. طيب دلوقتي مملكه سيما هو اللي هيدير مباراه العوده. تمام. واتقال كلام كتير عن اختياره. تمام. وحضرتك اكيد مشارك في اختياره لان انت عضو اللجنه الرئاسيه. تمام. مظبوط كده؟ تمام. وبعدين شفنا انه اخر ماتش ليه وهيعتذر التحكيم. وبعدين شفنا خبر تاني انه مملكه سيما لا ده مرتبط بعقد احترافي مع الكاف لغايه 2024 ومفيش اعتزال. قول لنا بقى القصه وتقديرك للي بيتقال ده. احنا قرينا هنا في الاعلام يا كابتن محمد ان الراجل اخر ماتش ليه وده تكريم ليه وهيعتزل التحكيم بعد كده. لكن اللي عاوز اقوله عنه الاول يعني انه حكم امين مليون في الميه.
مليون في الميه. الكلام ده بيقوله بقى الجمهور الاهلي بيطمنه يعني. اه طبعا حكم امين. طبعا تمام. حكم امين مليون في الميه ده على مسيرته الشخصيه. تمام. تمام. فانا بطمن الناس بالنقطه دي. قصه الاعتزال دي قصه من عندنا احنا. حد كتبها عندنا. لكن زي ما قلت الراجل مرتبط بعقد احتراف ده لسه ماضي كمان من تقريبا من شهر. يا زي حكمنا امين عمر برضه مرتبط زيه بعقد احتراف. هو انتوا ماضيين عقود مع الحكام؟ اه الاتحاد الافريقي؟ ايوه الاتحاد. احنا عاملين القصه دي من 3 سنين. يعني في حكام بعقود وحكام بالماتش؟ اه في. احنا صعب ان احنا نطبق الاحتراف يا استاذ محمد على كل حكام افريقي. اه لكن انتوا بتختاروا صفوه مثلا الصفوه؟ بنختار مثلا 20 حكم، يعني المره دي اخترنا تقريبا 20 حكم وحوالي 5 بنات حكمات. تمام. كمحترفين. طب يعني منهم كام واحد المصري؟ امين عمر بس؟ اللي بتسمعوه ده تخاريف، تخاريف ده بيتهيألي مفيش حد عاقل يقول الكلام اللي بيقوله ده. الأول حل، الأول حالة تحكيمية، دفع حسين الشحات داخل منطقة الجزاء. هل تبريرك إن الاتنين يعني حسين الشحات قدام لاعب الوداد والاتنين بيبصوا على الهوا، طب أنا ببص على الهوا وحتى لو حد جه قدامي أقف أجي شمال أجي يمين، مش هكعبله برجلي وأزقه بإيدي يا كابتن؟ ده قانون إيه ده؟ ده قول لي القانون ايه، حاله القانون دي ايه لما يبقى في لاعب قدام لاعب وروح زقه ومكعبله برجله؟ ده اسميه ايه؟ ده ضرب الجزاء واضحه وصريحه في الدقيقه 7، ومع ذلك الحكم عمل عبيط وما عملهاش. لكن الفجر ان انت تدافع عن الفاجر المدلس، انا تخطى اول حاجه. الحاله الثانيه، دهس رجل حسين الشحات وباينه للاعمى. انا لولا ما عنديش حقوق ان انا اجيب لكم الفيديو متحرك كنت جبتها لكم، بس يعني واضحه للعيان. حسين الشحات مر بالكوره، حسين الشحات لا بيدعي ولا، وكان عنده فرصه للتهديف. حسين الشحات رجله بتحب تروح للمرمى، هو بيحب يروح للمرمى، تخطى اللاعب. لكن في احيانا وانت بتجري لو تاتش خفيف بيوقعك. احنا لعبنا كوره وعارفين، بس احنا لعبنا في الساحات الشعبيه وفي النوادي العاديه وفي الشارع، اي تاتش خفيف وانت بتجري هيوقعك. كان في التحام وفي دوسه على صابع القدم الامامي لرجل حسين الشحات، دهس كده كده يا فندم. بص بتبقى لطشه كده كده، فارتطم بحذاء اللاعب ووقعه وما حسبهاش. طيب نيجي للعبه الثالثه اللي المفروض مفيش اتنين يختلفوا عليها، وهو اخر لاعب في الملعب، وده نص قانون مش حاجه من عندنا من بيتنا. اجهض هجمه واعده وكان اخر لاعب في الملعب، ما تقوليش المسافه ومش المسافه، واللاعب قال مد ظهره للجول. والله العظيم وحياه ربنا في ردود ما ينفعش يترد بيه عليها بادب، في ردود لازم ترد عليها بكل قله ادب. يعني في كلام ما ينفعش اقوله المفروض يترد بيه على عصام هناك. اللاعب واقف كده يعني بص عنده وضع استعداد، اصلا مش واقف كده يعني، هو مش واقف، لا ده واقف كده على خلاص، هو عارف ان الكره هتمشي، فواخد وضع استعداد على الدوران لاتجاه مرمى الوداد، والكره باينه وشوفوها مره واثنين وثلاثه. الكره اللي اللاعب لعبها بايده كان اخر لاعب في الملعب ومفيش اي لاعب من بعد منه، ومع ذلك الحكم رفض يطرد لاعب الوداد او مدافع الوداد. كان في اتنين رايحين على مرمى الوداد المغربي، وكان لاعب الوداد المغربي او حارس الوداد متقدم لتلت ملعبه، يعني متقدم للتلت بالظبط. لو هنقسم نص الملعب الى تلتين او تلت تلات كان متقدم يعني بمسافه كبيره، ومع ذلك الحكم رفض ان هو يدي كارت احمر للاعب الوداد. تطلع انت تدافع عنه عشان عارف ان مكانك مرتبط بالدفاع عن المشبوهين وتعيين المشبوهين للنادي الاهلي؟ ما هو طبعا، ما هو فوزي لقجع سيدك ما تقدرش ان انت تخالفه لانك عارفه، ما تقدرش تخالفه لانك عارفه، فلازم تطلع تقول الكلمتين دول. على الرغم ان محللين مصر كلهم قالوا ان النادي الاهلي يستحق ضربتين جزاء، وان النادي الاهلي اللاعب بتاع الوداد اللي ارتكب المخالفه يستحق طرد، والقانون مش محتاج تفسير، ولا الحالات اللي شايفينها بعينينا محتاجه تفسير. ويطلع يقول تسيما ده راجل محترم وعلى ضمانتي وعلى مسؤوليتي. هو ليه الحكام القذف يعني
مش عايز اغلط، مش عايز اغلط انا واخرج عن النص. ليه الحكام اللي قصده انها توقع النادي الاهلي بتتعين من عصام عبد الفتاح المسؤول عن التعيين للحكام في القاره الافريقيه؟ هو الترجي يوم ما راح له عصام نور الدين وحسب ضربه جزاء من خارج المرمى كان خطا غير مقصود وكان من بعيد ما كانش قادر يحدد، لكن لما تبقى الحاله قدام عينك والحاله قادر تشوفها وتتجاهلها فهذا الامر غير جيد. لما كل المحللين تقول لك هذا الشخص ده راجل عمرو اديب نفسه الزملكاوي اللي ما بيقبلش النادي الاهلي قال لك ان النادي الاهلي له ضربتين جزاء وحاله طرد للاعب الوداد ما تمتش، ولكن انت عايز تحافظ على اكل عيشك ومطلع جهاد جريشه يقول نفس الكلام اللي انت بتقوله عشان تاخده معاك وتشده معاك في الاتحاد الافريقي؟ بقت لعبه مشبوهه ولعبه قذره ولعبه غير محترمه وبقى شغل غير نظيف في الاتحاد الافريقي. بس على العموم النادي الاهلي قادر ان هو يفوز ويدوس عليكم حتى لو كان ضد التحكيم في البدايه وضد نفوذ فوزي لقجع وضد نفوذ بعض المرتزقه اللي بتاكل عيش من ظلم النادي الاهلي. عيب انك تضيع حق نادي كبير زي النادي الاهلي، عيب انك تضيع هيبه قانون انت ما طبقتهاش في الملعب، عيب انك تدافع عن مدلسين بيتجاوزوا في حق القانون ان هم ما طبقوش القانون ولا لوائح ولا نصوص القانون. احنا بنقول لعصام هناء بتاع الاحتواء اديت الدوري مرتين للزمالك بالبروتوكول وبالاحتواء واديتهم كاس مصر بنفس الاحتواء وبنفس التدليس. واضح يا عم عصام ان انت نسيت تصريحك الشهير لما كنت في تونس والصحافة التونسية سربته لما قلت كان عندنا تعليمات ان نادي الزمالك ياخد الدوري وان الفار اهدى الدوري لنادي الزمالك، ولكن لما اتفضحت قلت لا انا ما قلتش، لا انا ما عملتش، لا انا ما سويتش. ولكن واضح كده لما مرتضى منصور هددك ولا احكي حكايه هناء وعصام هناء انت من ساعتها زي برضه لما قال لوزير السويس او الوزير السويسي انا هحكي حكايه السويس بقيتوا انتوا الاثنين تحت بعضه. عشان كده انت هتتجن وترجع تاني تبقى مسؤول في الاتحاد في اتحاد الكره المصري مسؤول عن التحكيم علشان تعمل الواجب مع حبيبك اللي قال عليك عصام هناء. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي والسلام عليكم.